ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير لا تطلعي من البيت بهالكم يوم اللي جايين رجاء لو سمحتي خدي إجازة سوريا ما رح يخليني أطلع من البيت بس لازم يكون في شي بقدر أعمله وأنا بالبيت رح جرب فكرة توصيل طلبات الأكل لا تقلق شوريا أنا ما رح أعرض قرارك ورح ضل بالبيت بس لقيت طريقة لحتى ساعدك فيها أنا رح أكون جنبك ونأمن مصاريف العيلة كلها نوصل أكل؟ قصدك طباخين؟ إيه؟ ما هيك ما في داعي لهذا الشيء استنوا، رح أشرح لكم نيهال، روحي على غرفتي وجيبي اللابتوب إيه فكرة قصدك إنه بس رح نوصل الأكل؟ يعني نحن ما قلنا علاقة بالطبخ؟ كانت نحن بدنا نتساعد مع بعضنا ونطبخ ونشتغل بقى رح نوصل كمان الأكل اللي منعمله هون، فهمتي؟ حلو، منعمل رز بالجاج مع السلطة، إيه؟ ايه مزبوط بس ما رح يكون في عنا قائمة بالأكل لحظة رح ورجيكم نيهال شوفوا يلا هدول الشباب هيك بيشتغلوا هالشباب بيوصلوا الأكل للعالم هنن بيروحوا من بيت لبيت كل يوم تقريباً بيجمعوا صناديق الأكل كله وبيحطوها بالسيارات تبعهم حتى يوصلون للعالم ايه بنتي مهيك هاي الفكرة ممتازة وحلوة كتير نحن رح نحضر ونغلف الأكل بشكل مرتب ونحاول نوصل للعالم يلي عم يدوروا على طبخ بيت ماشي؟ وعلى فكرة في ناس عايشين بالمدينة مثل الطلاب والعمال اللي اجت لهون كرمال تشتغل ما بياكلوا إلا من برا هدول رح يكونوا زبايننا ويحبوا أكلنا قولوا حبيتوا فكرتي؟ أنا كتير حبيتها لفكرتك هاي إيه؟ إيه كتير بتشبه فكرة شاحنة الأكل تبعنا إيه؟ إيه مهيك بنتي أنا مستعد أعطيكي كل المصاري اللي بتحتاجيها حتى تبلشي شغلك الجديد أنا رح أستثمره شوريا رح نتأخر خلينا نروح يلا مع السلامة فكرتها كتير حلوة كأنه شوريا مانو مبسوط شوريا خدي هالمصاري خليهم معك أنا مو بحاجتهم لازم تترك معك مصاري لأنك على طريق السفر ماشي أنت ما نسيت شي؟ مثل شو؟ وهيك شوريا لساتك متضايق مني
ترجاك ما تزعل من اللي قلته. كنت بدي ساعدك ووقف جنبك، هي مسؤوليتي لأني مرتك، وبهالحالة هي رح كون مبسوطة وقتها. مهيك خليني أوضح لك شغلة مهمة، أنا ما في عندي أي مشكلة، حتى لو ما عجبني، إذا بدك تشتغلي بتكوني عم تضيعي وقتك ورح تضيعي مصاريكي كمان. هلأ يمكن تجمعي شوية مصاري، بس أكيد ما رح يجيكي ملايين من هذا الشغل. بتأسف إني قلك أنت ما رح تنجحي. أنت قصدك إنه الواحد إذا ما قدر يجمع ملايين بيكون عديم الفايدة؟ شوريا، لمجرد إنه الشخص رح يقدر يجيب مصاري لعائلته فهالشي إنجاز كتير كبير لإله، لأنه في كتير عالم بهي الحياة عم يموتوا من كتر الجوع. وبتعرف إذا بالصدفة المستثمرين ما حبوا فكرة شغلك الجديد ودعموك، شو بتعمل وقتها؟ قول. ناطر اسمع منك هذا الشي مهيك، انتي ما قدرتي تقولي لي اياها بشكل مباشر، قلتيها بهالطريقة. انتي ما بتوثقي فيني، مفكرة اني ما بقدر انجح يعني؟ لا. تمام، طيب انتي ساوي شو ما بدك. شوريا، شوريا، ايه مزبوط شوريا، سيارة رح توصل. بالتوفيق يا بطلي. عن إذنك عمي. دير بالك على حالك ابني، رحلة سعيدة. اتصل فيني بس وصلت. حاضر. بالتوفيق شوريا. مع السلامة. سلام. بالتوفيق يا ابني. شوريا تأخرنا، يلا. باي باي. استاذ، اثنيناتهم راحوا. طيب. شوريا وفيكي لبكره لحتى يرجعوا. يعني اليوم في كتير شغلات لازم انه نعملها. هلأ مهيك وكل عيلتها دايماً بيحاولوا إنه يتزاكوا ويعملوا شي منيح، اليوم بدنا نحاول نعمل شي يخلي العيلتين يكونوا خايفين كتير. شارما وكمان كنا. بمساعدة العم راتان قدرنا نحصل على الأكل وعلى أدوات المطبخ، وكمان نحن بحاجة لطريقة لتوصيل الأكل. ليش ما منوظف سائق عرباي؟ لا مرت عمي، نحن لازم نوصل الأكل وإلا ما منربح. بس مين بده يوصل الأكل؟ ايه واضحة، أنا ورافي رح نوصله. بس شلون بدنا نروح يعني؟ على الدراجة. ايه فكرة حلوة، خلونا نشتري شي 4 دراجات. أنا وجيفان منركب على تنتين. إيه ومين في كمان لسه؟
ممكن جودو وسونو أولاده لبارميت، هنن بيقدروا يطلعوا عليهم، وكمان مثل ما بعرف خلصوا امتحاناتهم وفينا نطلب مساعدتهم ونعطيهم مصاري كمان. إيه فكرة حلوة جد، يعني لهلأ أربع أشخاص كافيين لتوصيل الأكل ها؟ إيه بس اسمعوا يا جماعة، الأكل رح ينطبخ ورح نقدر نعلبه كمان، بس كيف رح نقدر نبيعه؟ أه؟ نحن كتير بحاجة لترويج الأكل تبعنا كرمال نربح منيح، وإلا يعني شلون بدنا نستقبل طلبات؟ أنا عملت صفحة على مواقع التواصل وكمان سميتها مهيك شارما لخدمة توصيل الأكل، وبلشت نزل صور الأكل عليها ورح نبلش نستقبل طلبات. بس بعتقد أنه لازم نعمل إعلانات، هذا الشيء كتير مهم عنا بالمنطقة، بحاجة إعلانات ودراجات، كيف رح نقدر نجيب مصاري لنعمل هالشغلات؟ طيب خليني أحكي مع رفقاتي القديمين يمكن هنن يساعدونا. بس يعني هو لا يا أختي،